اه مش كلكم من سوسة شكون من سوسة ده كل والبقية من مين بنزرت انسات 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 سوسة بنزرت خدها ده الو خلينا الساعة بعد النهار هذايا نعمل un petit exercice de respiration donc du coup je vais lui demander de respirer d'abord les instructions de Radhika Normalement, j'ai comme message, tu vois, je trouve un nickname ou un SM. كمش عطيني اسم واثنين سي بون سي بون شكون كتب اسم لا انت السيد لا بدات ما عرفتش منها صح نجم نحط الكوب كان كي تفرش ما تسالش ناخذ شويه الوقت ديما يديكم على تليفوناتكم باش ما تتعداش أو ليني ولا ما يتفش التليفون ولا ترد بالك في يوتيوب باش ما تسكرش الابليكاسيون تاع السكة عاود من جديد. سي بون نجم نحي؟ نحاولوا نجاوبوا ونقولوا حسب رايكم انتوما هل الورك شوب هذا كيفاش باش يكون؟ اكوا سكو فوز اتوندي دو لا تيوري دو 100% براتيك ولا حاجه بين الاثنين؟ صفقة لرواحكم دونك انا بون ريبونس انا ديسكو شريك تو اكو صحه افكتيفمون سي با دو تو تيوريك اللي باش تشوفوه هنا حاجات اللي افكتيف افكتيف في قدر المستطاع ما ننساوش اللي عندنا تقريب ساعه وشويه دوكو باش نمشيو ديريكتومون للبازيك حكينا عليهم شويه بكري شنو هما ليزيليمون المهمين باش بور كومونسي لافونتور في البراندينغ اون با لي ديكوفير شوية بشوية نقدم لكم انا روحي دونك انا عرفتوني اكثر شوية دونك انا اسمي غسان سا في 15 ans que j'exerce في les métiers تاع الماركوم يعني الماركتينغ والكوميونيكاسيون لانسيت اون بروميير معناتها ان بروميير بيرو تاع براندينغ ان 2010 10 عامين ولا 3 سنين عاودت رجعت للبراندينغ بعد مدة على خاطر حسيت السوق والمارشي ولا اكثر ايفولوي واكثر ماتور باش يقبل يعني هالابروش هذه جديده في تونس واللي هي تخليك اون فان كونت باش تخليك تبدل النظره نتاعك على الماركتينغ وعلى الكوميونيكاسيون بصفه عامه
On va jouer à un petit jeu. Vrai ou faux? صحيح ولا غلط؟ نكذب ولا ما نكذبش؟ شوفوا قلتوا لي انا فرحان اللي انا بحذاكم اليوم. اللي انا جاتوني بوكو ديفور باش نحضر على الورك شوب هذايا. اللي انتم باش تخرجوا من الورك شوب هذايا بمعلومات جديده. كذبه ولا صحيح؟ كيف دولة صحة يا جماعة؟ عشرة جاوبوا، عشرة من عشرين تقريبا. أربعة قولوا لي أنا هيك نقول مانيش فرحان خاطرني بحذاك اليوم. يظهر لي مازالوا جوج ثلاثة ما جاوبوش، كملوا خلينا نتعداو في صح. أو فو تنجموا تقعدوا لنا حتى كان أورجانيزاسيون ما يسالش. أه سي بون. ريت ساعات تعطي تكنولوجي وتوحد، ما عادش حد ما عادش يستحقوا باش يشوفوا الكاميرا. هذا برك شكون ليسونسيو بي ام اي. تو في الآخر كلمة. وي داكورد وي. ما نجمش نحكي على الاسم سي سوشيال ميديا كلوب تونيز اللي هما استدعاوني لهنا من غير ما بعد كريم ياخذ الكلمه. شكون يعرفها اس ام سي سوشيال ميديا كلوب؟ مش هذير مش هذير. فرصه باش وي باهي. مازالوا ما جاوبوش على الاسم. واحد مازال ما جاوبش. اي سي انا سيبري كذبت كي قلت لي انا جو سوي كونتون دتر ايسي. جو سوي با كونتون دتر ايسي، انا جو سوي تري كونتون دتر ايسي. الورك شوب هذايا حضرتو شويه باش ساعتين من زمان باش نجمت فاتكم ساعتين. مي بون قعدت اصعب حاجه كونك انت باش تمشي وتعطي حاجه يعني ستريت تو ذا بوينت وتمشي ديريكت من غير ما لف ولا دوران، خاصه باش تخرج بحاجه تنفع في الاخر. ماكمش باش تخرجوا افيك بوكو دو كونيسونس، لا باش تخرجوا بحاجه مهمه، حاجه واحده، وذاك الاوبجيكتيف نتاع الورك شوب هذا. في ساعه ونص ولا ساعه وشويه مش باش تشوفوا برشا حاجات نكتب عليكم تاخذكم ساعه. خليني ساعة نسألكم انتوما خاطر بكري حكيت مع جماعة نسألوا على ليكوت نتاع الورك شوب. دونك انتوما اليوم خلينا نشوف شكون فيكم موتيفي باش نكمل معايا حتى للآخر. حطوا قلوب على لي موتيفي. قلوب 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 قلوب. شكون موتيفي مثلا؟ واحد من اللي جاوب موتيفي. تراك جيني شكون يعرف؟ شكون ما يعرفوش؟ علاش موتيفي؟ اسمك وعلاش موتيفي اللي ما يعرفوش؟ اسمي ياسين وردي. والله موتيفي خاطر أول مرة نقع ورك شوب كي هكا. اسمي محمد بشير ياسين الوردي. يعرف أكثر منك. إيجي 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 عاود محمد بشير ياسين الوردي. اش تعرف عليه؟ اللي مش عارف عليه يقرا بريمير اني سيكل انجينيور في ديزاين الكترونيك. يقرا عند مليكا. تحكي معاهم زاد يقرا عند مليكا. عمره 21 عام. شنو الحاجة الخاصية نتاعو باش لا شاشة بوست كافي نحط بوست كافي لا بوست ديجي ماشي معناها يحط بوست كافي بوست كافي ماشي بوست كافي اوكي. اجي نحط دونك انت جاوبت موتيفي زاد تيجي لا راني كنت نبدا تبيان
دونك علاش موتيفي باش يدير؟ والله موتيفي كيما قلت لك خاطر اول مره نخرج ابليكاسيون وعجبني الجو. باش شكون ياخذ موتيفي؟ جاوب موتيفي جاني كا علاش موتيفي؟ كيف كيف حسيت حاجه ديفيرونت هكا اول مره نهضر بحاجه كيما حاجه ديفيرونت تري بيان معناتها توست انتراكسيون اكثر من اللي اكثر من العاده تري بيان ميرسي صحه بيان. هيا خلينا نشوفوا توا شكون من الحاضرين الاخرى كمان جات 15 شكون شكون فاتيكي زاد بشير زيد بشير حلوب واحد من هذه فاتيكي الاخرين كملوا توا هاي جو فاتيكي شنو اللي تعرف اسمك و اسمك و لقبك و اسمك و اسم بوك و علي اسم بوك 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 علاش فاتيكي؟ شو اسمك؟ أحمد بوراو. شكون يعرف أحمد بوراو؟ باهي أنت ما تعرفوش جاي. أحمد بوراو تشوفوا هكا، شو تقول عليه؟ فاتيكي. علاش؟ عينيه باب ليلة شوية. مرحبا بالضبط شوف بس كنت عارف بشير قال لي بشير بوست كافيه بشير معروف بالبوست كافيه قال لك الفطور لحد شيء احمد قال لي فاتيكي كي تشوف مهيته هكايا يحكي على شنو يحكي على الاسكيم تاعو الانفلوب البرانيه مي كي تشوف من داخل احمد كيفاش يظهر لك داخل الهيئة نتاعو واش كاسكا تانسبير الهيئة نتاعو تعب برشا خلي بعضو من تاعب ومش تاعب الهيئة نتاعو شنو هو كاسكا تانسبير عبد بروفيسيونيل تحجو بروفيسيونيل شنو هو اللي خليك تقول هكا ها لا فاسون تو سابيي تعمل سبور ظهر ده اوكي هنشوفوا اللي بعد لولاني قال لي لولاني بوست كافيه كيفاش يتو كومبور شنو يعمل الثاني الهيئه نتاعو الثالث شكون فيكم ستريسي تو كذا تاع دار بربع حاوي على الصباح كل يرش فماش حتى حد اوكي فماش حال حاجه اخرى يعني عندكم الليسته هذيك وفيها اوتو شكون ماهوش داخل في الليسته هذيك حتى حد لا تعديه بشي ليس عندك اسمك صديق امين مبروك للجمهور امين مبروك محمد امين محمد امين مبروك ايه شكون يعرف اورجانيزاسيون زاد كلكم اورجانيزاسيون لا حتى اللي يفكر بكري وانت كنت تسوى احنا نعرف بعضنا حتى مش من الاورجانيزاسيون خدمة اش تعرف عليه؟ بيتوي هاي نعرفه ملي كان يقرا كان يجي لول لول قراي معناتها بيرفورمون خدام خدام بيرفورمون كيف كيف
جنتي شوية شوية يضحك برشا يحب الأمور الضحك وفدنيك واللعب وكذا عندوش هكا حاجات تعرفهم عليه سبيسيال معناتها قريبة أي ثم شي هكا حاجات اللي تينا كور حاجات جونيور يعني حاجات يحبهم حاجات ما يحبهمش حاجات يقلقوه في حياته عنده حالة سبيسيال ضحك كيفاش؟ فماشي اون فالور كي كي دافع اكثر من حاجه اخرى في حياته هو في مخه كاسكي شو شي خمم ما عرفش ممكن يحب يظهر بصوره جيده ويخدم عليها لا انت تعرف اه ايش كيف ملا ايش قولك اللي قالت راحني ملا سنسيبل وحالت وحشي برضه ساعات سنسيبل قد بلها روح تقدم لها روحك انت قدم كيما انت باش تقدم روحك محمد امين مبروك اللي انجينير في ليكون اسمه انجينير دوسوس نحب ديما نجرب حاجه جدد نظن نبدا حاجه ما نعرفهاش نحب سبور وحنا ديما نضحك كيما بعض الجماعه محمد امين قال لك انا نحب ديما نصدم وما نوهكش من حاجه جديده ما تخوفنيش يعني في الاخر هو الى انه Il aime l'innovation. Je crois qu'il faut y faire de l'innovation. Ouais, ni, lève, arba, khamsa, sept, saba, manier, t'es ça. Je crois qu'il faut y faire de l'innovation. Comme haja, yani, Rodwa, Mohamed Amin, il faut que nous l'aide à un haja innovant. Mais ça, on le colle, puis je suis marre. Laisse. لا تمشي معاه دون لو سونس اي تومباك يخليك تخمم يخليك تيجي نقول اه فما حاجه خليني نجرب خليني نخمم خليني نجرب خليني سا ميريت ريفليكسيون سا نتو ليس با انديفيرونت حكينا على الاسبي فيزيك القشره لو ديزاين تبعني حكينا على الموتيفاسيون الداخلاني حكينا على لي فالور نتاعو قال لك ويقول يقول يحب السبور يعني يحكي على الفوتبول يحكي على القيم نتاع الرياضه يحب الانوفاسيون اللي هو سيستم مايند سيت هذوما كلهم حاجات تبني شنو تبني شخصيه كيما اللي شفناهم الكل اللي يحب الكوز كافيه خاطر هكا عنده لو كوتي غورمون شويه وغورمي شويه فهمت وما نعرفش دونك هذوما كلهم دي زيليمون نتاع شخصيه باش تبني بها وهذوما اللي يخليو كل واحد فينا إلى أن شوي ديفيرون من الآخرين ميسي عايش نجم نشوفو إكزيست في الآخر بون في الآخر فهمتوا أنتوما الغاية من شكون الباسيون يحب يمشي فيه يحب نقدمو فيه صح؟ فقالكم أنت باش تشوف الباتري خاطر باهي ألو خليني نسألكم سؤال ساهل حكينا بكري شوية دونك أنتوما في مخاخكم البراندين شنو هو تليفون تجي تكتب لي كلمه وتجي تجاوب برشا مرات pour vous c'est quoi le branding تجي تشوف برشا مرات يعني تشوف ديها تمشي تجي كلمه تشوف ديها وتجي تشوف كلمه اخرى وانت ماشي Image de marque, valeur, référence, pub, taswir. Allez-y. Je n'ai pas le branding qui est venu à la fin de la vie. C'est le workshop. Technique de vente, identité, logo, l'entité graphique. L'unicité, la façade. Produit remarquable. Ben. Mouche-couché, Ivan. Mouche-couché, Ivan.
هو كونه راو البراندينج يا جماعه ماهيش حاجه بونكتويل ماهيش حاجه وان شوت تخدمها تحضرها تحطها وتتعدى نو البراندينج خدمه بتاع او جور لو جور البراندينج يمس كل شيء البراندينج هو انت شنو البصمه اللي باش تخليها في مخ العباد شنو باش يقولوا عليك العباد سي ليماج اللي انت باش تخليها اي خطوه اي كلمه اي طريقه نتاع تعامل نتاعك اي تاتش بوينت باش يكون عليه يخلي انتراس في الـ في الـ في المخ نتاع لوتيليزاتور لي برودوي يتصنعوا في المعامل لي مارك يتصنعوا في المخاخ لي براند يتصنعوا في المخاخ وكل انسان وما فماش وكل انسان كيفاش هو ينظر لك البراند هذيك كان انت ما تقول حتى شيء وانت تقعد تتصرف كل مره بطريقه سافا كري اون كونفوزيون في المخ تاع الكونسوماتور وكان تخلي كل واحد يلانتربريت بطريقته هو في الاخر كل واحد il va y avoir autant d'interprétations, autant de coûts que de abeilles de clients istamoufiques. Avec Alège, le branding, il y a quelqu'un qui dit, c'est le brand, ou on joue combat, qui fait, ou l'ING, c'est l'anglais, Bikri Hakik Majmé a pris l'anglais, ING, je ne sais pas, l'anglais est la forme. Le progressif, il y a un tour. Brand, quel jour. ماهيش خدمة نتاع نهار وعدى البراندينغ باش تلقاو فيه أكيد لا بارتي جرافيك وهذا شنو احنا نجمو نظهر من بعض هي الفساد البرانية لا شارج جرافيك لي كولور التيبو اللي باش تكتب بيها لي ميزون باج اليوم يبداو كادري مش كل واحد باش يعمل اون افيش ولا يستعمل اللوغو بطريقة ولا يحط ديزيماج معينين تجم هذا الكل يبدا من كادري شنو هي الايماجري اللي باش تستعملها شنو كيفاش باش تستعمل ليدونتيتي جرافيك نتاعك شنو لا باليت دو كولور اللي باش تستعملها شنو هي لا تيبو دو كاركتير نحكي بلغه تفهموا فيها اللي ما يفهمش يحط لي كومونتير غادي شنو وهذوما كلهم يعاونوا باش انت تبني وتكناليزي البرسبسيون والكمبريونسيون تاع البراند تاعك في ثنية معينة يعني البراندين هو انت وين تحب تمشي بالبراند تاعك هذاك علاش لو فولي استراتيجيك اللي تري امبورطون ما هوش كان استيتيك على خاطر تخليه استيتيك الاستيتيك من غير لو فولي استراتيجيك اللي هو بيزنس اورينتي بيزنس الاستيتيك من غير بيزنس سي دو لا Le branding, c'est l'esthétique appliquée. Il y a un d'un, il y a un gagnant, il y a un impact à le business interne. Donc du coup, le logo et le tagline, bien sûr, produit remarquable, c'est ce qu'il va faire, et le produit interne remarquable, ou il y a un remont. Ben, ما نجمش نجي اليوم لهنا وما نجيبش معايا كتاب مهم برشا في البراندينغ شكون يسمع بالدكتور هوف لا دونك تحكي بيها في نهار في لي ريون تاع مونوبري كتاب مهم برشا في قرايته مني باساج دونك دكتور هوف كما تشوفوا هو سالير كي تري بروفيسيونيل Lorsqu'il s'installa en ville, le docteur Roof cloua une pancarte sur sa porte. Docteur Roof, docteur pour chevaux et uniquement pour chevaux. Il y a un Saïd Hadi. Puis il s'assit et attendit son premier patient. C'est mon frère. Mais personne ne vient, car dans cette ville, il n'y a qu'un seul cheval.
Et c'est justement lui, le docteur Roux. Aussi, au bout d'une semaine, docteur Roux se sentit vraiment seul. Cette vie n'est pas faite pour moi. Je ferais mieux de m'installer ailleurs. Et il commençait tout juste à empaqueter ses affaires. Et dès qu'il a fait un jour, il a dit, « C'est le pays qui est là, mais bien sûr, j'étais bien fait tout, j'étais à Wildi, ça l'a fait pour que je dis, comme il dit, le branding, c'est une affaire de tous les jours, ou fait que le chèque que je t'applique. Il faut juste qu'on ait une perspective, l'autre qui est en train de se faire, l'autre qui est en train de se faire, et qui est en train de se faire, et qui est en train de se Interaction, je vais vous donner un micro. Qu'est-ce que vous avez دكتور هو شنو باش يعمل؟ باش يبدل الخدمة؟ باش يبدل من البلاد؟ ولا باش يبدل لا مانيير دو فير نتاعو؟ تري بيان، وتو نشوفوا بعد لا سويت. باهي، توا خلينا نشوفوا كيفاش il va changer la manière de faire le mais tu vas voir que la preuve par la pratique qui fait tout mal vous avez cette mentalité révélée. Donc, il y a une vingtaine, si il y a un peu de temps, donc, un club, on va voir que le club, on va voir que c'est important que nous fassions en groupe. Donc, on va voir que nous avons des groupes de 4, de 5, que nous avons. وصلنا 15 فما شكون اون ليني معانا ما نعرفش خاطر قالوا لي فما شكون باش يبداو يتفرجوا اون ليني فما اوكي 17 فما شكون عندوش كونيكسيون مهم شو في الروتين شو اللي خرج شكون خرج يحب نعاود نحط له الكود باش يعاود كونيكت ها هو الكود مش قوي في متيمتر اه هي هي كان معاك وش تسحق وقولوا لي سي بون الناحية هذايا باه يظهر لي 18 اون فانتين يظهر لي معانا اجا نقسموا رواحنا بالخمسة بالخمسة وماذا بيا ما تكونوش الخمسة كلكم تعرفوا بعض مثلا هذا أو باش نحط أنا خمسة يعني خمسة ناس وبعض وإذا قلت مش باش نعملوا بعض هاك جاي هنا جاي جاني انت Thank you.
خمسة شيف ديكيب هنقولوا 5